يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب. وعيد وتهديد جزائري لا زال يخلط حسابات باريس. صباح الخير يا أطفال. صباح الخير أستاذة. 61 عاما مر على استقلال الجزائر، ويزداد تمسك الجزائريين بنشيدهم الوطني. سوف ننشد مع بعض نشيدنا الوطني، هل أنتم متحمسون؟ صغار بقلوب كبار يستلهمون من نشيد قسما تاريخا ثوريا ينشأ عليه الأجيال. قدمنا نشيد الوطني الجزائري في تحيا الجزائر ويحيا شهداءنا الأبرار. لا عجبا أن ترى هذه الروح لدى الأطفال، فهم يلقنون حب الوطن قبل أن ينطقوا بكلماتهم الأولى. تعليم النشيد الوطني للأطفال منذ نعومة أظافرهم، وذلك لاستحضار روح الوطنية، ونذكرهم أيضا بمجد أجدادهم وتاريخهم أيضا. النشيد الوطني يعني عنده قيمة كبيرة، وعلى هذا الشيء احنا نسعى دائما في رياض الأطفال، نعلموا الأطفال تاعنا يعني من القسم الأصغر، من الطفل يكون في عمره سنتين يبدأ هذاك ويبدأ يتعلم النطق، نعلمه كيفاش يغني هذا النشيد الوطني ونحفظه له. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأطفال الجزائر يتعلمون النشيد الوطني منذ نعومة أظافرهم، وذلك استحضارا لبطولات أجدادهم ومقاومتهم وكفاحهم الطويل ضد الاستعمار الفرنسي. إعادة المقطع المحذوف من النشيد الوطني الجزائري الذي يحمل وعيد الثوار لفرنسا الاستعمارية أخرج الأزمة السياسية الصامتة بين البلدين إلى العلن. يرد الجزائريون بأن نشيدهم ملكهم ورمز لسيادتهم، يتمسكون به كلما تصاعدت الانتقادات الفرنسية. تمسك الجزائريين بنشيدهم وبإرثهم التاريخي، خاصة ما تعلق بفرنسا الاستعمارية والجرائم الكبيرة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري طيلة 130 سنة، ليس من السهل تماما التساهل أو التسامح مع ملفات الذاكرة. ترفض فرنسا إدراج اسمها في نشيد وطني يعتبر داخل الجزائر كلا لا يتجزأ، وتدير ظهرها لماضيها المليء بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها طيلة 132 سنة. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.